جديد في اللقاء السادس من مجريات هذه البطولة في وزن الديك، وزن 56 كيلوغرام، في الركن الأحمر زاغيروف من طاجيكستان. ملحمة جديدة بين أفغانستان وطاجيكستان، ودولتين جديدتين لكن قويتين في هذه البطولة. لاعبي أفغانستان ما شاء الله كما يتمتع الطاجيك بالفنيات. لنبدأ هذه الجولة الأولى، بداية جديدة وافتتاحية من اللاعب الأفغانستاني، اللاعب في الركن الأحمر باللكمات، ولكمات افتتاحية ونحو الفك، يسرى قوية نحو الوجه، يتبعها لكمتين ولكمة قوية من لاعب طاجيكستان نحو اللاعب الأفغاني، لكمتين نحو الجذع. لقاء حماسي آخر، الحكم تعطي إشارة للعب صدام الرأس وتعطي إشارة لاستكمال اللقاء. لاعب طاجيكستان يؤدي لكمات ثلاثية، مجموعة من اللكمات الثلاثية، ويحاول الوصول نحو الجذع. كلا اللاعبين يحاولان أن يقدم أفضل ما لديهما في الجولة الأولى وإعطاء شعور للقضاء بأنه الأفضل. يركز لاعب طاجيكستان على لكمات الجذع، وهذه اللكمات من اللكمات الخطيرة والقوية. لاعب أفغانستان لكمتين قويتين نحو الرأس. ماذا لديك في جعبتك يا لاعب أفغانستان؟ مليك زادة يعطي إشارات وتلميحات قوية بلكماته نحو لاعب طاجيكستان بأنني لست باللاعب السهل. إشارة وتنبيه شفوي للاعب طاجيكستان بعد الضرب تحت الحزام، لتجنب المخالفة وتجنب اقتطاع النقاط من رصيده. لكمات متتالية من كلا اللاعبين لإثارة الحماسة في هذا اللقاء. لاعب أفغانستان ومجموعة من اللكمات، وهوك يميني قوي وتركيز من لاعب أفغانستان. نعم، هو يريد إثناء لاعب طاجيكستان عن الفوز بصده بتلك اللكمات القوية، لكمة مستقيمة يسرى نحو ويتبع مجموعة من اللكمات. لاعب طاجيكستان يقوم باللكمات المرتدة، ويا سلام يا سلام، هوك باليد اليسرى من طاجيكستان، يتبعه ثلاث لكمات من أفغانستان للرد عليه. لاعب أفغانستان ولكمة قوية جدا نحو الفك، ولكمة أخرى وثانية وثالثة. إلى كم يتحمل اللاعب الطاجيكي؟ كما قلنا اللاعب طاجيكستان من اللاعبين العنيدين. نهاية الجولة الأولى، جولة حماسية. لاعب طاجيكستان لديه قدرة تحمل عالية ما شاء الله، ثاني لا يعرفه سوى الرياضيون والملاكمون تحديدا أو ذوي الألعاب القتالية. شوف اللكمة القوية مباشرة نحو الرأس، تركيز، ونحو أخرى نحو الجذع. ضربات الكبد من أخطر ضربات الملاكمة والتي قد تؤدي إلى سقوط اللاعب. انظروا إلى اللاعب الأفغاني، ضربات اللاعب الأفغاني مركزة وقوية. الميقاتي يشير إلى اقتراب نهاية الجولة الثانية بالقرار وقرع الجرس وبداية الجولة الثانية. لاعب أفغانستان لاعب عنيد ويريد الفوز في هذا اللقاء كما يبدو لنا منذ الجولة الأولى. لكمة قوية باليد اليمنى نحو طاجيكستان. لاعب طاجيكستان يبدو حذرا في الجولة الثانية، يبدو حذرا مع إصدار مجموعات ويبدأ بالرجوع. يبدو أن مدربه أشار إليه بالرجوع الدفاعي وانتظار الكونتر أتاك، ولكن اللاعب أفغانستان لا يريد انتظار الجولة نهاية الجولة الثانية ولا الثالثة، هو يريدها الآن، يريد الفوز الآن.
لكمة قوية يمنى مستقيمة نحو رأس اللاعب الطاجيكستان. لكمتين نحو الرأس من لاعب طاجيكستان نحو الركن الأحمر. اللاعب الركن الأحمر أكثر تركيزا كما نرى، وهجوم ومباغتة ومراوغة. الركن الأزرق بعدم نو سلاب مينز عدم استخدام القفاز من الجهة الباطن في ضرب الوجه، حيث يعتبر هذا صفع وهو ممنوع في ويعتبر مخالفة في قوانين الأيبة. لكمات قوية من كلا اللاعبين. لاعب أفغانستان يبدو أكثر تركيزا وأكثر حرصا وأكثر تسديدا للكمات، بل وأكثر قوة. إيقاف لإعطاء إنذار شفوي للركن الأحمر برفع الرأس. يقوم لاعب طاجيكستان لعب، لكن للأسف تفتقد ضربات الركن الأزرق للقوة، برغم أن لديه حماس وإصرار، ولكن الضربات في بعض الأحيان تفتقد إلى القوة، بعكس لاعب الركن الأحمر الذي يسدد مجموعة من اللكمات القوية. ما هذا الفك الذهبي القوي الحديدي لدى اللاعب طاجيكستان؟ كيف لم يسقط بعد هذه اللكمات القوية؟ مجموعة من اللكمات، أتوقع أن يتم العد على لاعب الركن الأزرق إن لم يتوقف عن تلقي هذه اللكمات المؤثرة. إعطاء بإشارة باستكمال مجريات اللقاء، لكمتين قويتين افتتاحيتين بعد الإيقاف المؤقت. أوه ماي جاد، إنه لقاء على طراز أعلى مما توقعت. لعب أفغانستان والإصرار على الضربات القوية المؤثرة قبل نهاية الجولة الثانية، وعشر ثواني فعلا على نهاية الجولة الثانية، عشر ثواني قبل نهاية الجولة الثانية. لعب أفغانستان في 1-2 1-2 1. أنقذك الجرس يا لاعب. الذي يحدث أمامنا بلد وعالم آخر، إنها دبي يا سادة، أبو ظبي وجميع وسائل التواصل. انظروا لهذه اللكمة المستقيمة اليمنى، ويتبعها لكمة يسرى ولكمة أخرى يمنى خطافية كادت أن تلقي بلاعب طاجيكستان أرضا. لكمات لاعب طاجيكستان ليست مؤثرة. انظروا، لقد أفلت من هذه اللكمة. انظروا هذه اللكمات القوية المتتابعة وتلك القوة التي يضعها لاعب أفغانستان. انظروا تركيز العين، تركيز العين، معلنا بداية الجولة الثالثة والأخيرة. نتابع معكم مجريات لقاء الجولة السادسة، أقصد اللقاء السادس والجولة الثالثة بين أفغانستان وطاجيكستان، ولقاء حماسي وقوي حتى الآن منذ بداية البطولة القارية هنا، وهي في أقصى درجات الحماس والإثارة. انظروا لهذه اللكمات واللكمات المرتدة. لاعب طاجيكستان يتمتع بفك حديدي للصمود، ثلاث جولات أمام هذه القوة الأفغانية القادمة من جبال أفغانستان، محملة بالقوة ومحملة بالرشاقة وبالإصرار، والأهم منها الفوز بهذا اللقاء. لكمة قوية مؤثرة أخرى يمنى من اللاعب الركن الأحمر. أتعجب من بقاء هذا اللاعب، ما شاء الله لاعب طاجيكستان، لكنه مرهق، ونظن أنه نفذت منه القوة حتى الآن. يرجح السقوط إن استمر في هو مجهد، ولكنه يكافح للبقاء واقفا حتى نهاية الجولة الثالثة. يريد حتى لو تم الخسارة أن تتم الخسارة بشرف بالوصول إلى الجولة الثالثة، وقرار القضاء ينقذه. ولكن علمتنا الملاكمة على جميع الأصعدة أنه لا يوجد تخمين، لابد أن تنتظر حتى نهاية الجولة الثالثة أو انتظار قرار القضاء احتراما للقانون. مجموعة من اللكمات الأفغانية قوية برغم التعب وبرغم الإرهاق. لاعب أفغانستان مزيد من اللكمات ومزيد من العقوبة للركن الأزرق. داع على الفوز، الفوز من حقه، يقول لاعب أفغانستان في الركن الأحمر. لن يشاركني أحد في هذا الفوز،
لاعب طاجكستان يتوجه نحو الجذع، لكمات نحو الجذع ولكمات مستقيمة، يريد حلا لهذه المعادلة الصعبة، المعادلة الأفغانية التي لم نسمع قبل بهذه المعادلات في المنافسات الأسيوية. مجموعة قوية، أو لكمة قوية كادت أن تطيح بالركن الأزرق، لكن لاعب أفغانستان لديه إصرار على الفوز. 10 ثواني حتى نهاية الجولة الثالثة، وتعلن نهاية المعركة القوية بين أفغانستان وطاجكستان. 10 ثواني قادمة ومزيد من اللكمات القوية المؤثرة. يا سلام، وأنقذ الجرس. فقد كان لقاء أجهد فيه جلد. على قناتنا وقناة لدينا المزيد، نحن نتكلم على الوصول إلى النارية في انتظار إعلاني القرار. بالقرار المنفصل سبليد، تم إعلان لاعب أفغانستان النتيجة سبليد. 3 حكام أعطوا لاعب الأحمر وللركن الأزدي المجرد. يا سلام يا أفغانستان، كم فاجأتينا في بداية ومستهل هذه